أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، تحديدا من ملعب ستانفورد بريدج وسط هذه الأجواء الرائعة والجميلة والمشجعة بين قوسين على متابعة مباراة اليوم. معكم فارس عواض أحبائي المشاهدين في تغطية حية ومباشرة، واليوم لدينا مباراة الإياب للنصف النهائي في هذه البطولة، فريق تشيلسي ضد بروسيا دورتموند. الضيوف يلعبون اليوم من أجل حماية أفضليتهم البسيطة في مباراة الذهاب، وأمامهم الكثير يقدمون في مباراة اليوم قبل حسم الأمور لمصلحتهم. مواجهة تبدو فيها الاحتمالات كثيرة، وأصحاب الأرض عندهم عاملين الأرض والجمهور، وبالتأكيد البحث عن العودة وخط بطاقة التأهل. خطيرة أمام مالين، يا رب الشباك تهتز سريعا اليوم للمرة الأولى في المباراة. نشوف الهدف مرة أخرى، بينية خطيرة لعبت بشكل سليم، بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. إذا النتيجة الإجمالية تصبح حاليا 3-2. الكرة إلى خارج الملعب، رمية تماس، ماونت، تمركز ممتاز يساعد في قطع الكرة. يقطع الطريق والكرة في مربع العمليات. كرة ممتازة في المساحة. حلوة الكرة، حلوة اللقطة، الله على المهارة. شوف كيف لعبها، شوف التنفيذ، كانت قريبة في اللقطة الماضية. بينية تحرك القلوب. حكيم زياش مجنون، حارس المرمى مجنون، شوف الدفاع عن المرمى، فرصة هدف محقق لكن يتألق ويبعد الكرة ويبعد الخطورة. انظر إلى الضغط المميز، كرة قد تشكل خطورة. دونيل مالين الآن مع بيلينغهام، تمريرة فيها ذكاء كبير حقيقة. الله على التصدي من كيبا، فرصة ذهبية كانت لكن كيبا في المرمى. تشيلسي يسعى للاستفادة من دكة الاحتياط، ركنية تنفذ داخل ال 18. يوليان براند، تصدي هنا من حارس المرمى، عرف كيف يتوقع، ذهب باتجاه الكرة بشكل ممتاز. ما زالت الخطورة هنا، تصويبة لكن الكرة فوق العارضة. شوف كيف ركنها بشكل سليم بمهارة في اللقطة الماضية، لكن الكرة عدت شوي وتحولت الكرة إلى خارج الملعب. ماونت، بينية في منتهى الدقة، يرسل الكرة من فوق حارس المرمى. جوليان براندت، محاولة للوصول إلى المرمى، بينية جميلة جدا قد تصبح خطيرة. في رأيي فرصة مهجرة بكل سوء، أكيد النية كانت مختلفة في وضع كرة هوائية جميلة، لكن نحن هنا نقيم ما حدث، وبالتالي الكرة ذهبت بعيدا عن المرمى ولم تشكل أي خطورة. دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع. حكيم زياش، لعب ممتاز على الجناح من تشيلسي. هافيرت، كرة إلى جورجينيو، تعود إلى زياش، مرونة كبيرة في هذا التصدي.
باتجاه المنطقة. نهاية شوط المباراة الأول في ملعب ستامفورد بريدج. ضربة بداية الشوط الثاني من دورتموند. يا لعيب، شوف الكيك اوت في اللقطة الماضية، كرة فيها خطورة. الله على الدفاع. هافرت، ريس جيمس، والكرة تذهب هنا. ضغط ناجح في الأمام. رمية تماس لدورتموند. الآن مع بيلينغهام. وصلت لبيلينغهام. كرة بتتخلص بعد عمل جيد حقيقة. الثلث الأخير من هذا اللقاء يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقة. تذهب إلى رمي التماس. تاكلينج مثالي لاستعادة الكرة. هافرت، تسديدة مميزة. لكن بكل أريحية هنا ينجح حارس المرمى في التصدي لهذه التسديدة. كريم أديمي. استغلال سليم جدا من بروسيا دورتموند للأطراف. فرصة لبيلينغهام. تدخل سليم قبل أن تتأزم الأمور. واضح بلوك سهل هنا. الآن عليه استغلال المساحات والبحث عن كرة مرتدة. كان ممكن استغلال الهجوم المرتد بشكل أفضل في هذه الفرصة. فرصة والمساحة موجودة. مستحيل التصدي من كيبر. حرم المنافس من فرصة هدف محقق. والتغيير هنا لمصلحة فريق تشيلسي. تحول في السيطرة على الكرة. سيئة اللقطة الماضية، الظروف ما كانت مناسبة للتسديد، كان ممكن يشوف حلول ثانية، كان ممكن يفكر بالتمرير على الأقل. تغيير هنا في فريق بروسيا دورتموند. زكريا. 6 دقائق فقط ويطلق الحكم صافرة النهاية. هافرت بيرسل كرة بينية. يا سلام على التمريرة، لكن خلاص تنتهي الخطورة هنا. كرة بتتحول إلى رمية تماس. يتدخل ويستعيد الاستحواذ. إذن دقيقة واحدة مشاهدين محتسبة كوقت بديل. الصافرة تأتي لتعلن وصول بروسيا دورتموند للمباراة النهائية. مواجهة كانت كبيرة في السيمي فاينل، لكن في النهاية حسم عن جدارة واستحقاق. في الذهاب والإياب كان واضحا الفريق الأفضل، وكان واضح بأنه في طريقه للمباراة النهائية، وهذا ما تحقق بكل تأكيد. ظهر بمستوى جيد في مباراة اليوم، لعب دور كبير في انتصار فريق اليوم بالهدف اللي سجله.